بيقول له ايه؟ اولا المزيكا الوعيد ده في نوع من الايه؟ يعني بيغيظه فيها كده نوع من الكيت. وبعدين بيقول له ياللي نويت تشغلني مقابل ليها ياللي نويت تشغلني شرط جواب شرط طوعني وابعد عني. وبعدين ان حبيتك حبيتك يعني ايه؟ وقعت في حبك يبقى لازم ينزل بيها. ان حبيتك يبقى يا ويلك يا ويلك بقى فيها من حبي. وهكذا يجي بعد كده أمير علي لو اسمك يطر على بالي أغير عليك لو إيه؟ لو اسمك يخطر على بال غير بالي تارارارارارا. برضو المقابلة بس إيه بقى؟ خلي بالك أغير عليك لو اسمك يخطر وأخاف عليك لو رسمك لح فيه خيال غير خيالي. بعدين بيقول توقف تماما وقال له عايزك تكون لي أنا وحدي طن 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 أنا وحدي طن 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 ما يكونش قبلي ولا بعدي. قلب عبد الوهاب قلب بقى ولا بعدي. وبعدين وين جيت وبعدين الحته بتاعت ايه؟ ثلاث مرات. ده اللي هو بتاع السيكا المصوره انت سعيد هوايا والقلب هقول لك يعني تعمل ايه تسعد هوايا والقلب انشكى يوم تجافي تداوي ترارتا. وايه كمان زي ايه المنهج يعني المنهج الخطه اللي هتعملها معايا او هقول لك تعمل ايه وتعيش معايا يعني خلي بالك برضه تعيش في الجو اللي انا عايش فيه وراح اعمل ايه بقى؟ الجو اللي انا عايش فيه ادي معيشه هو ادي الجو اللي انا عايش فيه هي دي مواصفات الجو راح اشغل فكري وبالي عليه وعم اشوف هعمل ايه؟ فبيشرح له ازاي يتعامل معايا اللي نويت تشغله بس يعني باختصار شديد طلع عليك انا من الضوء عشان ما تبقاش عليه سلطنة على العفقة هتبقى فيها تصوير كتير بس خلي بالك من صوتك بس انا جاي على لولا حاضر يلا جددت حبك بس اديني اسف ما تعتذرش من غير اسف كده بالراحه من غير اسف ولا حاجه عشان اسمع نفسي وانا عايز اسمعني اثنين عليك والله انا جاي اسمعني طب ايه باخده ايه بقى انت بيوتك بقى ايه ولا ها ارفع ارفع ده صحيح والله الفيتو حلو حلبة القرفة هي حلبة في الشارع عالج الحنجرة دي حبة قرفة بالجنزبيل ها قالوا لنا منين يا قالوا لنا من الله جو الجركة
هو برجر كده خفيف كده تاخده وانت ماشي. ده ساندوتش فول طعميه وهوبا.
بعيد عنك وإن حبيتك يبقى يا ويلك من حبي. I'm not afraid.
صوتي.